السلام عليكم ورحمة الله الإخوان، كديرين؟ أتمنى وكل شي يكون بخير وعلى خير. اليوم الإخوان إن شاء الله عندنا رونو 19، عندنا رونو 19 يعني السيارة لاسيان موديل 92. واخا الإخوان، هاد 19 هادي رغم أنها قديمة، رغم أن الميكانيك ديالها سهلة وواضحة، ولكن طحنا في واحد المشكل فيها، استغرق لنا 3 ايام باش لقيناه، وصراحه حمقنا هذا المشكل. علاش؟ لان كاين بعض المشاكل الاخوان، باش نشرح لكم مزيان، كاين بعض المشاكل اللي كيجيو على السياره راسهم. مثلا الطوموبيل غاده وقع فيها مشكل راسها، هذاك لومبان اللي وقع في الطوموبيل كنعتبروه حنايا سهل، داك لومبان اللي كتكون دارته الطوموبيل راسها، يعني غاده توقع فيها مشكل، هذاك لومبان تيكون عندنا حنا سهل، يعني واخا كيكون صعيب بعض المرات كنلقاوه، المهم تنلقاوه وما كيعذبناش بزاف. ولكن اللي بغيت نقول لكم الاخوان هو انهم كاين شي ديفويات، شكون اللي تيديرهم؟ كاين شي ديفويات كيوقعوا لنا في الطوموبيلات اللي كيديروهم المعلمين اللي صحابنا في الحرفه، اللي هما لي ميكانيسيانات. خصكم تعرفوا واحد القضيه الاخوان، بلي الطوموبيل الا ديتيها لشي ميكانيسيان ودار لك هو شي ديفو بيديه، هو دار لك شي ديفو، ماشي تعمد، ما كنقولوش تعمد يعني قلت المعرفه ولا شي حاجه، المهم ما عليناش، يعني دار لك واحد ديفو كان السبب ديالو داك الميكانيك. يعني واخا كتدي الطوموبيل لميكانيسيان اخر، اكون على يقين انه غادي يحمق، راه غادي تحمقوا الطوموبيل، غادي تحمقوا هاد الطوموبيل. هادي جات عندي فيها واحد البروبليم اللي هو ساهل، يعني عندك معاه جوج سوايع كاع ولا ساعات المكانه انت مريقلو، ولكن حمقني ديال بصح. دابا راه ريقلناه الحمد لله مريقل، يعني ما كنبغيش نصور لكم داكشي لانه فيه بزاف والفيديو غادي يجي طويل وداكشي غيكون ممل شويه، داكشي علاش نعطيكم النصيحه وتبقى في بالكم. ما عليناش، هاد السياره هادي ريقنا لها الديفو، وانا غادي نقول لكم الديفو اللي كان فيها، واللي هو كما قلت لكم داروا واحد الميكانيك وتسبب لينا حنا في اكبر تماره. ما عليناش، بالمناسبه الاخوان كان وقع لي واحد المشكل مع واحد الهيونداي تيكسون، واحد الهيونداي تيكسون كانت واقفه في الكراج. شنو المشكل اللي كان فيها؟ هاد الهيونداي كانت كتمشي حتى كتسكت راسها، كانت كتمشي حتى كتسكت بوحدها، يعني كتسكت ديفو باين يعني غادي تمشي غادير ليها لاباراي ولا بلا لاباراي كاع غادي تريقلو. دوك الناس شنو داروا؟ جابوا واحد الميكانيسيان، يعني جابوه، شنو دار؟ بدا تيخربق في الطوموبيل، تيخربق ما طاحش على المشكل. واخا مشى داك الميكانيك، يعني ما قفل والو في ديك الطوموبيل، جابوا ميكانيك اخر. شنو قال لهم؟ قال لهم راه عندكم مشكل في البومبا ديال المازوت اللي في ليزيرفوار اللي كتطلع المازوت، بومبا كافاج فيها المشكل. واخا ديك البومبا مشاو جابوها جديده ركبوها، باقي المشكل. هاد الميكانيسيان الثاني هو اللي دار اكبر فضيحه، وديك الفضيحه هي اللي تحت فيها انا عاوتاني. واخا داك الميكانيك ركب بومبا ما كاين والو، ما كاينش ديماراج الطوموبيل، شنو كان فيها الاخوان؟ شمن المشكل كان فيها؟ كتمشي حتى كتسكت، كتعاود ديماري عاوتاني وسير عاوتاني انت وزهرك، يا 20 كيلومتر يا 30 يا 40، وتعاود تسكت وديماري انت غادي. تلاقاو مع الحريفيه قالت لهم ديك الطوموبيل انا اللي ما غاديش نديماري، ما بقاتش باغا ديماري كاع. ما عليناش، السيد جا عندي، كاين هو غا في المدينه اللي انا فيها نيت، جا عندي قال لي راه واحد الطوموبيل ما بغاتش ديماري لينا، راه شنو كان فيها. واخا الاخوان مشينا عند الطوموبيل، وقفنا على الطوموبيل، تيرينا كابو، شنو غادي نريقلو لها الطوموبيل هادي؟ واش غادي نريقلو لها الديفو اللي كان فيها، ولا غنريقلو لها الديفو اللي دار ليها الميكانيسيان؟ وحماق دابا انت، واش غتريقل داك الديفو اللي كان فيها الاصلي وانت ناضي، ولا غتريقل الديفو اللي دار لك الميكانيسيان وهو خطر كتر من هذاك اللي كان فيها؟ هاد الطوموبيل الاخوان شنو المشكل كان فيها؟ الكابتور ديال الفيل بروكان، الكابتور ديال الفيل بروكان تسطا، يعني وصلت الوقت ديالو، يعني مات ولا كيمشي حتى كيسكت الطوموبيل. ما عليناش، حنا مشينا درنا لها لاباري، عطاتنا الكابتور، ولكن واحد الحاجه اخرى ما عطاتها لناش، بدلنا الكابتور، باقا الطوموبيل ما تديماريش، ما بقاتش كديماري كاع. شنو لقيت فيها الاخوان؟ هذاك الميكانيسيان اللي ركب البومبا اللورانيه قلب ليها التيويات، يعني البريسيور دو بلاصه الالي بلاصه الروتور. شنو ولا تيوقع؟ انا يعني نبهني الله، مشيت للتيو ديال الانجيكتور حليته، قلت المول الطوموبيل ضرب تيضرب طاطاطاطاطاطاط، ما تيطلعش كاع المازوت، يعني المازوت ما دايش الانجيكتور، يعني الانجيكتور شنو كيحتاج؟ كيحتاج الضوء وكيحتاج المازوت باش كيتحل. واخا
الدوسي هنا كيجي ليه، يعني الكابتور في البرو كان كيجي بالضو مزيان، ولكن المازوت ما تيجيش. منين تبعنا السيركيلاسيون الاخوان لقينا التيويات اللي ركب المعلم اللي بدل البومبا قلبهم، قلبنا التيويات، قلت ليه ضرب طلع المازوت من الانجكتور زيرتو، قلت ليه ضرب طلع امارش الى يومنا هذا. هذا شي 4 سنين دابا على ديك الطوموبيل. يعني الاخوان كاين شي ديفوات اللي كيديروا ميكانيكا ترا مصيبه باش تلقاهم وتيحمقوك وما يطلعوا لكش طاف لاباري. مازال المشكل اللي كدير الطوموبيل راه تطلع في لاباري. بلا ما نطول عليكم الاخوان، نبداو المشكل اللي في هاد الطوموبيل. هاد الطوموبيل هو الفران فيها حجره، الفران حجره. شنو هي حجره؟ يعني ماشي كيهبط، الا كان كيهبط ولا شي حاجه كيكون مشكل ديال الريح ولا البومبا، ولكن الفران حجره. يعني ملي كتسكت انت الطوموبيل، حاول تسكت الطوموبيل وبومبي الفران كتلقاه قاصح، ولكن ملي كديماري تيرطاب الفران. واخا علاش ملي كديماري كيرطاب الفران؟ لانه كاين شي حوايج كيخدموا في الديماراج هما اللي كيرطبوا الفران. واخا الطوموبيل جات عندنا قاصح ليها الفران، شنو قلنا؟ قلنا الكول فلور. هيا الاخوان، عندنا هو هذا الموتور ديال ديزنا، موتور لاسيان واضح ساهل الله يعمرها دار، ما عليناش. عندنا هذا الكول فلور، هذا الكول فلور ملي كتكون الطوموبيل امارش كدير صبعك هنايا خصها ترضى عليك الصبع، يعني داك البريسيون اللي كيجبد هو مع السيرفو هو اللي كيرطب لك الفران. منين كنديروا حنا الصبع ديالنا هنايا، هذا ما تيرضعش الصبع، يعني كتقول انت فيه المشكل. يعني الا كان هذا كيرضع وباقي الفران قاصح كندوزو للسيرفو، ولكن هذا ما تيرضعش، يعني هاد الكول فلور هذا ما دايرش خدمته، يعني المشكل عندنا غير هنايا، ما عندناش هنايا، ما عليناش، ما كيرضع ليناش الصبع هذا. كدير ماش ما تيرضعش، حتى كتكسيري عاد تيرضع واحد شويه، يعني ما خدامش. خاصو دير صبعك خاصو يلصق، صبعك خاصو يلصق عاد باش كيرطب الفران. واخا قلنا الكول فلور ما خدامش، مشينا جبنا كول فلور اخر ركبناه، باقي المشكل. قلنا كول فلور اللي جبناه ما خدامش، واقيلا حيدنا واحد من الموتور ركبناه، باقي المشكل. شنو هو المشكل؟ حيدنا الكول فلور، كاينه واحد التقيبه ديال البراكام هي اللي كتطلع الزيت. خصكم تعرفوا باللي هذا راه كيخدم بالزيت، هو الزيت هي اللي كترطبو، الا ما طلعت ليش الزيت راه ما خدامش. سينا التقيبه ديال البراكام لقيناها كتطلع الزيت ضعيفه، يعني ما كطلعش الزيت مجهده، يعني الزيت كطلع ضعيفه. يعني هاد الكول فلور هذا ما كيشبعش الزيت باش هو يرضع علينا الصبع باش يرطب لنا الفران، ما عليناش. المهم الاخوان الديفو ماشي في الكول فلور، الاول ديالها كاع خدام مزيان، يعني ماشي فيه مشكل. المشكله الاخوان اللي قلت لكم واللي داروا لنا هاد الميكانيك هو انهم بدلوا لاشين لهاد الطوموبيل، هذيك بدلوا ليها الكروا باش الموتور يجيب البالو، يجيب لا جيراف ويهزو من هنايا باش يحيد لي باط ويحيد لاشين. شنو دار؟ يعني جابوا الكريك هنايا تحت الكارتير، هذا هو الكارتير، كارتير فين كتكون الزيت لاصقه فيه البومبا، ديك البومبا هي اللي كتكريسي لينا الموتور كامل وكتعطينا الكول فلور. شنو داروا؟ هزوا هذا بالكريك تبريصا، هذا منين تبريصا، على من تبريصا، تبريصا على البومبا ديال الزيت، يعني ما بقاتش كتطلع الزيت الكافي للموتور. واخا الاخوان غادي ندخل الطوموبيل ونكمل لكم. كما قلت لكم الاخوان، يعني الميكانيسيان اللي بدل لاشين شنو دار باش يهز الموتور بالبالو، هزو بالكريك من التحت. نتوما عارفين باللي هي عندها كارتير ديال القصدير، يعني كيتعوج عكس الكارتير ديال الالومنيوم ما كيتعوجش، يعني تقدر تهز منه ماشي مشكل، ولكن ديال القصدير تعوج. مين تعوج زير على البومبا ديال الزيت، البومبا ديال الزيت ما بقاتش كتطلع لينا الزيت. وهاد الديفو الاخوان شنو دار لنا؟ دار لينا كارثه، صدقنا معاودين الموتور كامل، يعني ديك الزيت اللي ما بقاتش كتطلع للموتور الكافيه شنو دارت؟ تجرح كلشي، تجرحات الابراكام، تجرح الكول فلور، الموتور تغير ليه الصوت ولا كامل تيقرقب. مين حلينا لقينا الكارتير تبريصا لينا على البومبا ما بقاتش كتطلع، وتا البومبا مين تبريصات ولا تدور، يعني ما بقاتش كتجبد داكشي اللي كافيه حتى يوقع فيها المشكل. يعني شنو وقع؟ صدقنا معاودين الموتور كامل بسبب هذا الخطا، هذا بسبب هذا المشكل هذا اللي درنا هذا الميكانيسيان، يعني اللي بريصا الكارتير. عاودنا الموتور كامل، بدلنا البراكام، بومبا الزيت، الكول فلور، عاودنا السواقه، مرودينا الكيلاس، عاد رجعات الامور لبلاصتها. يعني الاخوان هادشي كنقول لكم باش ديوه كفكره، كاين بعض الحوايج ما كتشكش فيهم وهما تيديروا لك مشكل، يعني معروف الفران قاصح غتبدل الكول فلور ولا السيربو، ولكن انت بدلتي الكول فلور والسيربو باقي المشكل، شنو غادي دير؟ تقول المول الطوموبيل صافي راه ما كاين والو، صافي دي الطوموبيل سير بلا فران، ما يمكنش. الطوموبيل جات عندك خاصها تريكل، خاصها تمشي مريكله. المهم الاخوان الديفو فين لقيناه هو البومبا تبريص عليها الكارتون ما بقاتش كطلع الزيت، الكول فلور ما بقاتش كطلع عليه الزيت ولا مقصح لينا الفران. المهم عاودنا داكشي والامور تيسرات والحمد لله، ونتمنى تكونوا استفدتوا الاخوان ان شاء الله.